السلام عليكم. العواشر مبروكه وعيد مبارك سعيد على جميع المغاربه وعلى ناس ديال طنجه. تنشكر القناه ديال اشواقع، القناه ديال اشواقع، والله يجازيهم بخير الله يرحم والدي. عرفنا براسك اكثر. الاسم ديالي محمد. مين؟ انا اخويا من مكناس، وحاليا دابا شي 4 سنين وانا في طنجه هنايا. خويا المشكل شنقول لك، كنت خدام اخويا في المؤسسه التعليميه في مكناس تقريبا سنين بحال هكذاك. دخلت واحد الشركه في 2016، ديك الشركه ديك السيد ديال الشركه جا فرق علينا الكساوي، قال لنا غادي تخدموا ب 1500 درهم بلا لاسينيسيس لا والو. هذا هو المشكل. قالوا لنا غادي تخدموا ب 1500 درهم بلا لاسينيسيس بلا والو. من فاش دخلت الشركه دخلت في 10 2016. لما كنتوا كتحرصوا بالضبط على مؤسسه تعليميه؟ مؤسسه تعليميه. الوقت من 8 ل 12 تنتغدى، كنت تنتغدى انا في المؤسسه تقريبا 12 ساعه. 12 ساعه. خدمت معاهم عام. المهم قبل ما نكمل العام السيد هضرت مع ديك الشاف وقلت له الله يجازيك بخير، راه ولدي مريض، انا راه ولدي مريض، دابا الله يجازيك بخير ديكلاري ليا في لاسينيسيس. بقى عليا واخا ودابا راه ما كاين والو وكذا وهادي. قال لي النهار اللي جيتي راه قبلتي، راه عجبك الحال ب 1500 درهم. قلت له اخو انا ما عجبنيش الحال، انا راه ما عجبنيش الحال. قلت له انتم بقيتوا علينا بالوعود الكاذبه، بقيتوا تتوعدونا بشي وعود كاذبه. صافي هذيك انا السيد بقى حاط عليا، بقى عساس عليا، باغي يطردني باي طريقه، ما بقاش حاملني بالعربيه تهربت. مشيت اخويا لانسبيكتور طرافاي درت الشكايه ديالي. بشي سيمانه ولا هادي جا وقفوني جراو عليا، تعرضت للطرد التعسفي. ما عندي لا كونترا معاهم لا والو. المهم الشركه دخلت علينا. كيفاش كنت كتخلص؟ كنت نتخلص الشركات الاخرى الله يعمر راسها كانوا مع هذيك. واش كتخلص في يدك ولا في البنكه؟ تيخلصونا في البنكه. البنك يعني عندك دليل؟ تيخلصونا في البنكه. يعني كاينه واحد الشركه اللي كتخلص في الشهر. تيفيرسيونا 1500 درهم. هذا 1500 درهم كانت كافيه؟ لا والو خويا ما كافيهانيش، كنت عايش معذب 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 بزاف. علاش مع هذا السيد اللي دخل اخويا. دخلت عند السيد المدير ديك الساعه طلع لي الدم، فاش عطاني الكسوه وكذا طلع لي الدم، ما عجبنيش الحال. دخلت عند السيد المدير قال لي راه حنا ما نتخلاوش عليك، الاساتذه تيعرفوك، الاباء ديال التلاميذ تيعرفوك وكذا، وراه تحسن الوضعيه. واصلا قال لي ديباني انت مجوج عندك وليد ديباني. لا انت علاش قبلتي على هذه الخدمه هذه؟ كيفاش كحارس امن خاص؟ لا 1500 درهم. و 1500 درهم هو قال لك نحسن لكم الوضعيه. قال لي نحسن لكم الوضعيه وما كاينش البديل. ديك الساعات انا كنت نقلب على راسي وما كاينش البديل. شنو عملتي موراها؟ صافي مشيت عند الانسبكتور طرافاي درت شكايه، جات تعرضت للطرد التعسفي. رفعتي دعوى قضائيه؟ صافي بقيت معاهم عند الانسبكتور طرافاي، بقيت مجرجر هكذا. مشيت للمحكمه، حكمت لي الابتدائيه وحكمت لي الستين. الابتدائيه حكمت لي الصالح ديالي، حكمت للصالح ديالي انا. لانك على حق. الصالح ديالي انا، وحكمت لي بالتعويضات ديالي بكل شيء ديالي. الاستئنافيه؟ الاستئنافيه تأييد الحكم. للصالح ديالي انا. مزيان، دابا حاليا فين وصلت القضيه؟ واخويا شنقول لك، القضيه هي انا باقي ما شديت الترين، باقي ما شديتش المستحقات ديالي. انا دابا اخويا تنطلب غير بالمستحقات ديالي. واخويا اش نقول لك، اخر مره نقول لك هذه 6 شهور هذه 8 شهور مشيت عند السيد الاستاذ اللي شاد لي الملف ديالي. مشيت عنده قال لي يا ولدي راه الشركه وهميه ما عندهاش مقر. قال لي حقكم عند الله بهذا المفهوم، هذا حقكم عند الله. يعني هذا الشيء اللي كاين.
انا اخويا تنطلب الناس المسؤولين يشدوا لي حقي، خصوصا وان الشركه باقا خدامه، ها هي خدامه هنايا في طنجه هنايا، وانا تنطلب صاحب الجلاله الله ينصرو، تنطلب صاحب الجلاله الله ينصرو والله يخليه لنا، وتنقول له عيد مبارك سعيد وعواشر مبروكه، وتحيه لجميع المغاربه. وبهذه المناسبه انا تنشكر القضاء، تنشكر ديك الاستاذ ديالي، وتنشكر الناس ديال المحكمه ديال الله يعمرها دار، شدوا لي حقي. ولكن انا دابا لحد الان باقي ما شديت التريال، باقي ما شديت التريال. هادشي اللي كاين اخويا. المشكل بالطبع الضبط فين كاين هو الصعوبه في التنفيذ، الصعوبة في التنفيذ. المفوض قضائي مشى لسلا ما لقاش البيرو ديالهم، دايرين هما جوج عناوين، راه درت جوج عناوين وما كاينش البيرو، هذا هو اللي كاين. والناس اللي خدامين معاهم راه ما عارفينش الإدارة فين كاينة. الناس دابا اللي خدامين معاهم هنا في طنجة راه خدامين غير هكذاك، ما عارفين لا بيرو لا والو، تيجي واحد تيجي تيخلصهم وصافي. شحال من خرج شد هذه الشركة؟ أخويا الله أعلم، أنا المهم عرفتهم بالله خدامين هنا في طنجة، الله أعلم. شركة كبيرة صغيرة؟ شركة كبيرة، شركة كبيرة. هادشي اللي كاين. المطلب ديالك السمع؟ المطلب ديالي أنا أخويا باغي نشد رزقي. كتحس براسك محروق؟ وأخويا تحقرت بزاف، تحقرت بزاف ولاحوا لي بحال الكلب. بهاد العبارة هذه. عذبوني ولحوني بحال الكلب، ولقيت مشاكل، لقيت طحت في مشكل مع العائله، مع المراه، مع كذا، وبقيت عرضه للتشرد كما نقولوا. وهادشي هذا راه تيألمني بزاف وما تنبغيش نذكرو. وجيت انا من المكناس لهنا لطنجه غير باش ننسى داكشي. الحمد لله سهل لك الله شي خدمه. واخويا شنقول لك، اللهم لك الحمد، حنا عاد دراوش على قد الحال، اللهم لك الحمد. هادشي اللي كاين، نتمنى ان شاء الله الا سهل الله سبحانه وتعالى ولا هادي يجيب الله شي خدمه ما احسن. الله يسهل على كل واحد، الله يجعل ربي يسهل على جميع المغاربه ويسهل على كل واحد. كيفاش كنت كتخدم؟ هو اخويا شنقول لك، انا خرجت من البكالوريا، خرجت من البكالوريا، درت التكوين، كنت داير التكوين في مكناس، داير محاسب المقاولات، ما جابش الله، ما كملتش في ديك التكوين، ايوا ما كملتوش باعتبارات ظروف ومشاكل وكذا، ما كملتوش. مشيت انا بغيت نمشي لواحد المؤسسه، واحد الكونكور وكذا، ما جابش الله. ايوا خدمت في البني، كنت ندير الفراشه في الزنقه، تنبيع ونشري كما تعرفوني الناس ديال مكناس. وخدمت في هاد السيكيريتي تقريبا من 2010. من 2010 وانا خدام في هاد السيكيريتي، والحمد لله تعرفنا على ناس. وهاد المناسبة هادي تنشكر الأساسيدة، الناس اللي خدموا معايا والناس اللي خدمت معاهم. أساسيدة الله يعمرها دار، تحياتي. الله يحفظك أسيدي. والكلمة الأخيرة للمغاربة، أنا تنقول لهم يعاونوني وصافي، هادشي اللي كاين. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.